أسمى بدها تختبر مدى اهتمام شكري فيها، فشو عملت؟ حضرت له مقلب. انت رايح فين؟ ما هي اصلا اخذوها من المستشفى. وقعت ازاي؟ وقعت ما كانوا بيشيلوها، ما هالرقصه في اللي ما شربش الشاي كانوا بيشيلوها. رامي انت عرفت موضوع ان اسمى وقعت ده؟ شو بقى؟ بيقول لك اسمى وقعت بقى. وين وقعت؟ باك ستيج. مين قال لك؟ زي مين قال لي؟ ما انا كنت. ايه وين هي هلا؟ ها؟ وين هي هلا؟ اخذوها. اسمى ايش وقعت؟ وقعت على وشها. بمزح. لا عم بمزح. انخرق يعني انخرق. عن جد؟ رامي والله انا ما بكذبش. خلاص مش صدقيني، انا بضحك عشان وشوشكم. محمد انتوا بتضحكوا وانا بضحك على وشوشكم، والله العظيم بضحك على وشوشكم. لا مش كذابه. اوكي كذابه ميرسي. انا مهم اخبرك. شو؟ اللي صار الشباب كلهم قاموا. ايه ف في ايه؟ حصل لأسماء ايه؟ عزيز حصل لأسماء ايه؟ قلت لهم أسماء كل وشها دم فوقعت على مناخيرها. لا انت بتكذبي. انا ضحكوني بتضحكوا. نصيف قال لي انت كذابه، قولي وحياة الرب. قلت له انا كذابه اوكي، مش عايزين تصدقوني، انتوا براحتكم. وخرجت. زعل لانه بينزل ويطلع بينزل ويطلع. انا حبيت صحي ما لقيتش تاريخها باش نقاوم. ما تعملش زعلان اوكي؟ ما تعملش زعلان. هزرت معاه هزار بايخ. بعت له طهره تقول له ان اسماء وقعت في الباكستيج واخذوه المستشفى وهو نايم. فزعل. بهزر والله بهزر. ما بتهزر معه؟ ما تعودت على. انا ما لا انا ما ما بهزر معه. انا مره بالدنيا وبعدين حبيت اشوف الرياكشن تبعه، يعني الرياكشن تبعه. انا تعلمت شغله عن هالانسان، بحب هو يمزح ومزحه يكون ثقيل بس ما حدا يمزح معه. تتخيلوا يبدا شي يوم بين رحمه ومحمد رمضان وبينتهي من دون اخذ ورد ومناوشات؟ صعب كتير. ما تمد ايدك. يا الله لك العين. خليني اخذ ايدك اكسر لك راسك. انا برجيك. ما تمد ايدك ولا لا؟ راح امد ايدي وبشوف شو راح اسوي فيك. لا انت ولا 10 سنتي تقدر يكسروا راسك اوكي ولا لا؟ بتشوفي. مش عشان شايف حالك ضخم حبيبتي بتشوفي. بتشوفي. ما تتحديني رحمه. لا اتحداك. رحمه ما تتحديني. يا رحمه ما تتحديني. اتحداك. يا رحمه ما تتحديني. أتحدى. انت مش قد الحكي هذا. والله العظيم اتحدى. انت مش قد الحكي هذا. ها؟ انت مش قد اي حكي تحكي لي. وغصب عنك. صدقيني لا. صدقيني لا. يا الله. ابتدينا اليوم. اقول لك شغله وحياه الله هلا بقوم ماشي بروح على الغرفه بلبس مايو. ماشي بلبس مايو وباجي وحياه الله لا بخلي لا بيض ولا كاتشب ولا شيء بخلي الا بديره على راسك ودير علي اللي بدك اياه عادي ان شاء الله. يلا اعلى ما فنك تسوي حبيبي. قدها يا رحمه. يلا يا حياه. قدها يا رحمه. يلا طفي. والله العظيم والله العظيم لا تندمي. والله العظيم لا تندمي. حبيبي اللي بده يعمل ما بيحكي. لا انا بحكي وبعمل. يلا والله العظيم لا تندمي. تتحديني يعني. حسيت بعداد الموت فجاه.
والله العظيم والله العظيم ما اتركها الا لما هي تبكي اقسم بالله. وشوفوه محمد رمضان راح يعملها ولا لا. وانا قلت لك 100 مره ما تبان تحديني لانك حسي انت تبكيني او 10 مثلك يبكي. اعرف شو بتحكي. طيب اعرف شو بتحكي. انت كمان اعرف شو بتحكي. اعرف شو بتحكي رحمة. ما حدا يبكيني انا. لا انا ببكيكي والله. ما بتبكي. وحياة عيونك ببكيكي. والله ما بتبكيني. وحياة عيونك ببكيكي. انت اللي ما تتحديني. بتعرف انه انا ما حدا بتحداني فما تتحديني. ليش ان شاء الله انت مثل لانه انا فيش اشي بفرق عندي. هذا بعمل بدي اياه. لا مش على كيفك. واذا بكيتك ما بتبكيني. في كثير ناس شاهدين اذا ببكيكي يا رحمة. ما بتبكيني. شرطي؟ ايه. اوكي بدي اشرب بس ضحك معك كلمتين على جنب. طب بس امشي امشي تعال. انا لا تتحديني قدام حدا لانه مش راح انا لما بدي اعمل فيك اشي يسم بدنك ما راح اعمل قدام الناس عشان انت ما تتضايق. فهمتي؟ تحديني يا رحمة؟ اتحداك. طيب بدك تحطي راسك براسي. بدك تحطي راسك براسي. دايما تفشلني قدامهم. طيب ما بقيم ايدي. مش مثل ما انت بدك تفهم الامور. طيب لا تخليني اذى. شوف حبيبي ما تحكيش معي بهذا الاسلوب راح اكسر لك راسك. الله اوكي نعم. محمد اكرهك. وانا كمان. حلقتنا انتهت وبعد شوي بلاقيكم على المسرح مع البرايم التيمين يلي بيتحدد فيه مصير محمد علي من مصر وريان من لبنان وطهرة من المغرب يلي بدكن تخلوه بالأكاديمية صوتوا له وبيرجع. أنا بلاقيكم بعد شوي على المسرح. تخيل بدرية قدامك. تخيل بدرية. تخيل بدرية قدامك. يلا مش نطلع لها فوق. مش محتاجين؟ انا عنيف. انا عنيف. فوق هي فين؟ هي هناك. سوري تعال يلا يا ودك. لا على المسرح. على المسرح على الستيج. واتي اتي البتاع بتاعك ده اللي انت فرحانه بيه. بدري اتي جوانتي ده هتضربينا بايديك يا مفتريه. بخجل بيسوون الحين. يلا تبتدي المصارعة الآن بين الفريق والبدرية. يا 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 استني زين استني اصد عدل. سلطان لابس جميل اسلحة متوفرة. المرأة الحديدية. بدرية. ايوه 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 بطل بدرية. بدرية ضربت ضربة تميز غبية. فخر مهربي و استني قاعد عدل الشمال. سلطان عايزين يضربون بدرية. هي تضرب ضربة المايونيز وتقول سوف اسحبكم سحبا. يدخل اللاعب المغولي محمد رمضان يفرغ بين اللاعبين. 1 2 جو. بدرية كسر وجوههم. ايوه ايوه بدرية بدرية مفتوح. اوجو اوجو اوجو. انا قاعد تدي بيدي ضربات انت ما تدري. خشمه خشمه قاعد تدي بيدي يا بدرية قاعد تضرب عادل صدق. حط اصبعك بعينه عويني. محمد هنيدي يضرب بغوة ما عنده. رجع ورا يلا سمع محمد واحد واحد يضرب بغوة ما عنده عاد واخر اول شيء انا هاجم عدل طلع. يلا بدرية تضرب بغوة ما عندها وسلطان زين بضربني وراي. بدرية انت تعمل ايه؟ يلا ارجع. بدرية ردت له بردة المايونيز قالت له المايونيز هو ملص حبيبتي احيانا تنزل مغربي جاي يحكها مع بدرية حيل ما عليك. طب قوم كيف الحكم لا يضرب ولا يهان ولا عزوز عزوز ولا يسرق تليفونه واغراضه. عزوز بدرية بتعكسني. ما هي بدرية وانا ماشية في الشارع. تعالين بدرية ضدي. تعال هنا. تعال هنا بدرية. بدرية ايه رايك لو عملت كده؟ بدرية تضرب مغربي ضربة الكفتة. كفتة اي كفتة. بدرية 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 ما تخلينيش اتغلب عليك. استني 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 يا ابو اكبر بزاوية. بدرية اتصلت على مغربي في طالب.